عن ظهور لدوحة وكنتا، شاهدوا المزيد من التفاصيل. بعد أن قام كنتا بإهداء دوحة خاتم ألماس، اتفاعلت دوحة امبارح بمجموعة من الاستريات واتقت من خلالها ردة فعل كنتا على خاتم اللي أهداه إلها. أترككم على لقطة ورأيكم بخصوص هذا الخبر. إجا كنتا إجا إجا هاي مرحبا مسلز ما صديقي أصدقائي. يا خايتي Why do they know open life كنتا؟ Your fans is bad. Say why we Kanita no life, no life. I miss Kanita. I miss Kanita. Why, why? Today. وغلطنا في الفندق. الفندق هذا طلعوا غيروا هم المكان وقالوا لي ما احنا قلنا الكنيتا غيرنا المكان. وكانيتا قال لي انا فكرت انت قلت لهم اعطوني اللوكيشن الجديد واحنا جينا وصلنا وفضت ولقي صديق الي هون تعرفون انتم كثير على الاخر ما هدوء هدوء مستحيل اعيش في الهدوء هذا انا هاي كانيتا هاي مستر كانيتا هاي كانيتا